بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد نقلا عن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قال: قال ابن القيم: ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جنابه، حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا، ونص على ذلك الأئمة الأربعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا السياق ينقل الإمام ابن القيم رحمه الله عن السلف أنهم كانوا إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سلموا على قبره، وأرادوا الدعاء فإنهم يتوجهون إلى القبلة ويدعون الله جل وعلا بما شاءوا، وذلك ابتعادا عن الابتداع في الدين، وابتعادا عن توجه بالدعاء إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس قبلة للدعاء، وإنما هو قبلة للسلام عليه عليه الصلاة والسلام، فإذا أراد الدعاء فإنه يتنحى إلى جهة القبلة ويدعو الله بما شاء. ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر، فإن الدعاء عبادة. نعم، دعاء عبادة، والعبادة يستقبل بها القبلة وهي الكعبة، ولا يستقبل لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من القبور، وإنما هذا شأن المبتدعة وشأن القبوريين الذين يدعون الميت ويستغيثون به، وهذا من أمور الجاهلية لا من الشريعة الإسلامية. من أراد الدعاء بعد السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتوجه إلى القبلة ويبتعد عن القبر، بل ينحاز إلى المسجد ويدعو الله بما شاء متوجها إلى القبلة. نعم. فإن الدعاء عبادة، وفي الترمذي وغيره الدعاء هو العبادة. عند الترمذي، الإمام الترمذي صاحب السنن، أنه قال: الدعاء هو العبادة، هو العبادة، فدل على أن الدعاء ما دام أنه هو العبادة فإنه تستقبل له القبلة ولا يستقبل القبر. نعم. وفي الترمذي وغيره الدعاء هو العبادة، فجرد السلف العبادة لله ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء لأصحابها والاستغفار لهم والترحم عليهم. هذا ما يفعل عند القبر بعد السلام عليه، أنه يدعى له ويستغفر له ويترحم عليه، ولا يدعى نفس الميت، لا يدعى نفس الميت أو يستقبل القبر وقت الدعاء، وإنما تستقبل القبلة ويبتعد عن القبر، هذا ما عليه
سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. نعم. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا يدعى عندها ولا يدعى بداخلها، فإن هذا شأن القبور. وإنما المسلم يعمر بيته بدعاء الله والاستعانة به، تسبيحه وتعظيمه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تدعون الله فيها، فدل على أن القبور لا يدعى عندها ولا بها، وإنما يدعى الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك في بيوته وهي المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة خافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم. ولا تجعلوا قبري عيدا. ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني تكررون زيارته وتعتادونه في وقت متقارب، وإنما الشأن مع قبره صلى الله عليه وسلم كسائر القبور، سلموا عليه عليه الصلاة والسلام وينصرف الزائر، وإذا أراد أن يدعو الله فإنه يدعوه في المسجد، في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم متوجها إلى القبلة. نعم. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا علي، وهذا مما أمر الله به جل وعلا، وبدأ بنفسه، قال: إن الله وملائكته صلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. وهذا ليس له مكان خاص، بل هذا يفعله المسلم في أي مكان حينما يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وإسناده جيد ورواته ثقات مشاهير. قوله: صلوا علي حيث كنتم، أو خاص عند القبر، قال صلى الله عليه وسلم: فإن صلاتكم تبلغني، يبلغه الله الصلاة والسلام عليه فيسر بذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكونوا بمنزلة القبور. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني خالية من ذكر الله ومن الصلاة النافلة فيها ومن تلاوة القرآن، اعمروها بذلك ونوروها بذلك. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكونوا بمنزلة القبور، فأمر بتحري النافلة في البيوت ونهى عن تحري النافلة عند القبور. أمر صلى الله عليه وسلم أن تتحرى البيوت في الدعاء
تعمر بالدعاء، ولا تكون خامدة خاوية لا يدعى الله فيها، وإنما تعمر بدعاء الله فيها وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تكون مستنيرة بذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. فأمر بتحري النافلة في البيوت، ونهى عن تحري النافلة عند القبور، وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم. أمر أن تعمر البيوت بالدعاء وصلاة النافلة فيها، أن تعمر بذلك وتنور، ولا تجعل مثل القبور لا يصلى عندها ولا تتخذ للدعاء عندها. نعم. ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله، ما يغضب لأجله كل من كان في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد وتهجين وتقبيح للشرك، ولكن ما لجرح بميت إيلام. فالمبتدئة عكسوا الأمر، فجعلوا الدعاء والصلاة عند القبور مشابهين للمشركين الذين يدعون الأموات ويستغيثون بهم في الملمات. فالمسلم يسلم على القبور ويدعو للأموات، وإذا أراد الدعاء وأراد الصلاة يذهب إلى المسجد فيدعو الله فيه ويصلي ويفعل ما يشاء من العبادات المشروعة الطيبة. نعم. فمن المفاسد اتخاذها أعيادا. من المفاسد اتخاذ القبور أعيادا، يأتون إليها في وقت محدد ويدعون عندها ويفعلون عندها من المبتدعات ما لم يشرعه الله عز وجل، مشابهين بذلك فعل النصارى عند قبور أنبيائهم وصالحيهم. نعم. فمن المفاسد اتخاذها أعيادا والصلاة إليها. من المفاسد التي تفعل عند القبور الدعاء عندها والصلاة إليها، وهذا أشد، يستقبل القبور بالصلاة، والله جل وعلا شرع استقبال القبلة بالصلاة، وجعل ذلك من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. نعم. والطواف بها. والطواف بها، وهذا أشد، صارت مضاهية للكعبة المشرفة. الطواف إنما يكون بالكعبة المشرفة خاصة التي هي بيت الله عز وجل. وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على ترابها. تقبيل القبور، وهذا القبور لا تقبل، لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لا تقبل القبور. نعم. واستلامها. واستلامها باليد، بأن يمسح بيده على القبر، وهذا لا يشرع عند القبور. نعم. وتعفير الخدود على ترابها، وهذا أشد، تعفير الخدود على ترابها، بأن يمرغ وجهه على القبر، وهذا أمر باطل مبتدع، نسأل الله العافية. وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم، وهذا أشد، دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم. فالدعاء خاص
بالله عز وجل هو الذي يدعى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة لا تفعل إلا في بيوت الله وهي المساجد، ولا يتوجه إلى القبور بالدعاء، وإنما يتوجه إلى القبلة حال الدعاء. نعم. وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الدين وتفريج الكروبات وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات. قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر عليه الصلاة والسلام ما صنعوا، فالمسلمون إنما يتوجهون للصلاة والدعاء في المساجد التي هي بيوت الله عز وجل، وأما القبور، قبور المسلمين، إنما يسلم عليها ويدعى لأصحابها فقط. نعم. وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. لا فرق في هذا بين الذين يدعون عند القبور ويتضرعون إليها ويتوجهون بالدعاء للميت، لا فرق بينهم وبين عباد الأصنام الذين يدعون أصنامهم من دون الله. نعم. فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدا وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من مكان بعيد، فوضعوا لها الجباه وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج. وهذا من البدع الباطلة المحدثة عند القبور، بأن يتوجه إليها بالدعاء ويحضر البكاء عند زيارتها وغير ذلك، إنما المشروع عند القبور أن يسلم على أصحابها وأن يدعى لهم، لا يدعون، وإنما يدعى لهم لأنهم بحاجة إلى من يدعو الله لهم. نعم. فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدا وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من مكان بعيد، فوضعوا لها الجباه وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس. وهذا شأن عباد القبور، نسأل الله العافية. القبور قبور المسلمين إنما تزار للسلام على أصحابها والدعاء لهم، فإذا أراد الدعاء فليذهب إلى المسجد. كان الصحابة يسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، ثم ينصرفون إلى المسجد ويصلون فيه ويدعون الله بما شاءوا، ولا يفعلون ذلك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، ما يدل على أن هذا من البدع المنكرة ومما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. فوضعوا لها الجباه وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج، ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج. يعني زادوا في الربح على الحجيج لبيت الله، فإن هذه الأمور إنما تفعل في الحج وعند بيت الله العتيق، الكعبة المشرفة والمسجد الحرام، المسجد النبوي وسائر المساجد التي هي بيوت الله، هي محل الدعاء والتلاوة القرآن ومحل العبادات، وليست المقابر، لا قبور الأنبياء ولا غيرهم. نعم.
فاستغاثوا بمن لا يبدئ ولا يعيد ونادوا ولكن من مكان بعيد. استغاثوا بمن لا يبدي ولا يعيد، وهو الميت، الميت لا يبدي ولا يعيد، فكيف يدعونه مع الله سبحانه وتعالى ويستغيثون به ويفعلون عنده ما لم يشرعه الله ولا رسوله مما هو من المنكرات والمبتدعات، مشابهين بذلك فعل النصارى عند قبور أنبيائهم وصالحيهم. نعم. فاستغاثوا بمن لا يبدئ ولا يعيد ونادوا ولكن من مكان بعيد. استغاثوا بمن لا يبدي ولا يعيد، وهو الميت، ونادوه من مكان بعيد، ونسوا أن ينادوا الله جل وعلا وأن يدعوا الله ويتوجهوا بدعائهم إلى الله القريب المجيب الذي أمر بدعائه، فقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فدل على أن الدعاء عبادة، وما دام أنه عبادة فإنه لا يفعل فيه إلا ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عند القبور ولا أمر بالدعاء عندها، فكيف بدعائها؟ نعم. حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين. نعم، كما يفعل في المسجد، وهذا من البدع المنكرة، الصلاة عند القبر ممنوعة، لا يصلى عند القبور. نعم. حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين. نسأل الله العافية. من صلى إلى القبلتين، يعني بيت المقدس ومساجد المسلمين في البلاد. نعم. فتراهم حول القبر ركعا سجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا. نسأل الله العافية. وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسرانا. لا شك أن هذا خيبة وخسارة، توجه لغير الله والدعاء لغير الله وغير ذلك من أنواع الطاعات التي تفعل عند القبور، كلها من الأمور الباطلة المحرمة المنهي عنها. فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات، ويرتفع من الأصوات، ويطلب من الميت من الحاجات. نسأل الله العافية. كل هذا من الأمور الباطلة، لأن هذا لم يشرعه الله ولا رسوله، ولا الأموات يرضون بهذا إذا كانوا من الصالحين، إنهم لا يرضون بهذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا، كيف بغيره؟ نعم. فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات، ويرتفع من الأصوات، ويطلب من الميت من الحاجات، ويسأل من تفريج الكروبات، وإغاثة اللهفات، وإغناء ذوي الفاقات، ومعافاة ذوي العاهات والبليات، ثم إن ثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين. نعم، يعني حولوا العبادات التي شرعها الله في المسجد الحرام، حولوها إلى القبور، وصاروا يفعلونها عند القبور متوجهين إلى أصحابها، يدعونهم ويتوسلون بهم ويتقربون إليهم، وهذا إملاء من شياطين الإنس والجن الذين أضلوهم عن سواء السبيل. نعم. ثم أخذوا في التقبيل والاستلام: أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به؟ أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام؟
نعم، صاروا يفعلون بالقبر من التمسح به والدعاء عنده ما يفعل في المسجد الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فهذا هو الذي شرعه الله لعباده وأمر به. قال ربكم ادعوني استجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، بل هو أخص أنواع العبادة التي يتوجه بها إلى الله وفي بيته العتيق وفي بيوته الذي أمر الله بها أن ترفع، وهي المساجد، ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم. ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود. نعم، هذا ما يفعله القبوريون عند قبور أمواتهم، أنهم يعفرون خدودهم بترابها ويمرغون وجوههم عليها ويدعون عندها ويبكون بكاء لو كان في المساجد لا رحمهم الله به، ولكنهم وجهوه إلى الأموات والعياذ بالله. نعم. ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق. نعم، يختمون ما يفعلونه عند القبور بتقصير رؤوسهم وحلقها كما يفعل في الحج إلى بيت الله العتيق. نعم. واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق. الخلاق النصيب، استمتعوا بخلاقهم يعني بنصيبهم الذي وجهوه إلى القبور والعياذ بالله، كما استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم. فسنة المشركين واحدة، يتوارثونها ويحرصون عليها، لأن الشيطان يشجعهم، شياطين الإنس والجن من علماء السوء وعلماء الضلال هم الذين يقودونهم إلى هذه المخازي عند القبور وينسون بيوت الله. واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق. استمتعوا بخلاقهم يعني نصيبهم عند هذا الوثن الذي هو القبر الذي اتخذوه وثنا، وليس لهم عند الله من خلاق والعياذ بالله، نسوا الله فنسيهم. نعم. وقد قربوا لذلك الوثن القرابين، وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين. نعم، هكذا حالهم والعياذ بالله، حولوا العبادات إلى مبتدعات وإلى توجه بها إلى غير الله، فخابوا وخسروا وتعبوا ولم يربحوا. نعم. فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول أجزل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا، يهنئ بعضهم بعضا بما فعلوا والعياذ بالله عند القبور والأضرحة التي اتخذوها مساجد ومعابد وشغلوا أنفسهم
بما هو من شقائهم وخيبتهم. نعم. فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحجة المتخلف إلى البيت الحرام فيقول لا، ولا بحجك كل عام. نعم، هكذا يزين لهم شياطين الإنس والجن أن حجهم إلى القبور أفضل من الحج إلى بيت الله العتيق. نعم. ويأبى أن يبيعه، يأبى أن يبيعه بأغلى الأثمان. نعم. هذا ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم، إذ هي فوق ما يخطر بالبال ويدور في الخيال، وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم. قالوا لا تذرن آلهتكم، قوم نوح لما جاءهم نوح يدعوهم إلى الله قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قد أضلوا كثيرا، نسأل الله العافية. وهؤلاء كانوا رجالا صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا ماتوا في عام واحد فحزنوا عليهم، فجاءهم الشيطان فقال ابنوا على قبورهم فإنها تذكركم بالله عز وجل، فبنوا على قبورهم، ومن ذلك الوقت انتشرت عبادة الأوثان وعبادة القبور. هذا أمر حدث في عهد نوح عليه السلام، مع أنه يحذرهم وينهاهم عن ذلك. نعم. وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور. نعم، أعظم الأمور سد الذريعة التي تفضي إلى هذا المحذور الذي هو التعلق بالقبور والاستغاثة بها والالتجاء إليها، فهذا أمر جلل أصاب الأمة في دينها، ولكن والحمد لله لا يزال من أهل العلم والدين من يحذر من ذلك وينهى عنه أشد التحذير. نعم. وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه، وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه وأحكم في نهيه وتوعده عليه. نعم، صاحب الشرع هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أعلم بما يؤول إليه هذا الفعل عند القبور، حذر منه أشد التحذير وجاهد في إزالته جهادا عظيما، وهذا كله من إملاء شياطين الإنس والجن الذين يزينون للناس عبادة غير الله ودعاء غير الله وتعظيم مشاعرهم التي بنوها أفضل مما يتوجه إلى البيت العتيق. نعم. وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته، والشر والضلال في معصيته ومخالفته. الخير والهدى في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وفي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فالرسول بلغ عن الله وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام، ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك والعياذ بالله. والشر والضلال في معصيته ومخالفته. كل الشر والضلال في معصية الرسول وفي مخالفة الرسول، كل الشرور فيها. فمن
رزقه الله الفهم والمعرفة وبصره بالدين فإنه يقتفي أثر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والسلف الصالح في هذا الأمر العظيم. نعم. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نعم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، لعن المصورين. نعم. الثانية التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. ومن آفات التصوير أن المصور يحاول أن يخلق كخلق الله عز وجل الذي انفرد به، فالمصور يحاول ذلك، أن يوجد صورة تشبه خلق الله عز وجل. نعم. المسألة الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة. يقول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو شعيرة، وأنى لهم ذلك، الذرة الصغيرة أو حبة الشعير لا يقدرون على أن يخلقوا مثلهما، لأن الخلق خاص بالله جل وعلا، هو القادر على الخلق والإيجاد. نعم. وإنما المصور يحاول أن يضاهي خلق الله. نعم. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم أن الله يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. نعم. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. سأل الله العافية. يخلق الله بكل صورة نفسا يعذب بها المصور في نار جهنم، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. نعم. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. يكلف المصور يوم القيامة، تحضر الصور كلها التي صورها في الدنيا، فيكلف أن ينفخ في كل واحدة الروح، وليس بنافخ، هذا من شأن الله جل وعلا. نعم. المسألة السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. المسألة السابعة الأمر بطمس هذه الصور إذا وجدت، لئلا تضل الناس، فهي وسيلة إلى الشرك وعبادة غير الله جل وعلا، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. نعم. هذا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.